بسم الله الرحمن الرحيم. على اليوتيوب سيكون هذا الكتاب، وهو منهج لدبلوم MBA، ولكن في الأسفل في الوصف في الديسكريبشن يستطيع المشاهد أن يرى التسجيلات عبر الرابط في التليجرام. سبق أن هناك فيديو مدته 20 دقيقة، وسنختصر الفيديوهات في اليوتيوب لتكون أقل، فإذا توقف الصوت التكملة حتكون في التليجرام. يعني ممكن هذا الفيديو يكون أقل وقت، لكن هو أو الملف الصوتي طويل. طبعا أنا بحسب الآن اللي في اليوتيوب تقريبا 300 دقيقة، يعني 5 دقائق بدل 20 دقيقة. يعني الفيديوهات بعد كده 5 دقائق، والتكملة في الصوت، في التكملة تكون على الرابط في التليجرام. طبعا هذا بالعربي، طبعا ممكن هذا التسجيل الصوتي يكون أكثر من 20 دقيقة فيتابع. سنترك الفيديو الأول كما هو، ونعطي هذا الفيديو برقم الصفحة اللي معانا. الفيديو الأول كان برقم الصفحة 00، أما الآن معانا صفحة 02. فأتحدث عن صفحة 02 لأنه 00 تحدثت عنها. طبعا الصفحة معدة في الإكسل، وصفحة 02 هاشتاج مكوك على الجهة اليسرى كما ستشاهد. يعني المشاهد في الفيديو يستطيع أن يشاهد الصفحة الصفحتين، فصفحة 00 وصفحة 02 متشابهة، كل صفحة فيها عمودين. طبعا غيرنا عن 00 فقط الجهة اليسرى من القارئ، يعني كانت في 00 متسكن الآن مكوك، وغيرنا الاختصارات لأنه كانت هناك بس بالإنجليزي أو موجودة ما زالت في صفحة 00 و02 بالإنجليزي لـ MC و OC، لكن الآن في تغيير لمكوك، الميم من مال والكاف مهمة جدا من كارير أو كار. يعني كثير ناس بالعربي ما يعرف كار، كار هي كارير. وغيرنا كرنسي لكاش، والواو لوظف، يعني الأوردر صارت كلمة وظف، معنى آخر للأوردر ومعنى آخر.
طبعا لما اكتمل المعنى بالعربي امامنا يصير مال كار وظف كاش، وبالانجليزي ماني كارير اوردر كاش. هنا ننوه عن كل العمل، يعني سواء كان مبيعات او خدمات، خدمات طبعا مثل المطاعم، مثل التكاسي خدمة، فكله لازم ياخذ كاش. المطاعم خدمة طبعا، الاشياء اللي من خدمة، المحلات يعني، في واحد في الصيدلية، في كشك، في سوبر ماركت، في ميني ماركت، في هايبر ماركت، فمقابل الكاش يعني في كاش يوميا. وهنا إشارة إنه ما يمكن يكون موظف موجود ما يدخل كاش. طبعا هنا مقصود مال اللي هو المشروع أو مال رديف لمني، رديف لمني. وكار وظيفة الكارير أو رديف لكارير، معنى كارير هو كار، يعني كأنه أخذ من الإنجليزي أو الإنجليزي أخذ من العربي. وأوردر وظف، يعني متى يكون مسؤول مانجر أو كذا فيوظف. طبعا أنا أحاول أراقب الخمسة دقائق عشان نقول التتمة. طبعا هي انتهت الخمسة دقائق، انتهت الخمسة دقائق، لذلك نريد أن نطيل في الفيديو حتى نقول فاصل وتابع، يعني حيكون الفيديو 8 دقائق، فتتابع البقية على الرابط التليجرام موجود في نفس الفيديو في الوصف أسفل، تضغط على التليجرام تلاقي تتمة الصفحة الثانية. فهنا احنا استغلينا حتى لا يطول الفيديو. الآن هذه التتمة وهي على التليجرام، ملف صوتي أيضا موجود على الصفحة الثانية وعلى اسم رابط الفيديو، يعني أنت تنتقل أو انتقلت لتسمع